لكم معنا في قناة مغربية الهند. هذه عندنا دابا الصباح تكون دابا شي 9 ونص. اليوم ان شاء الله عندي واحد المناسبة، مروضة العرس ديال واحد من الاصدقاء ديالنا، هو عرس ديال هندوس، فان شاء الله غادي نوريكم التقاليد والعادات، حيت كاينين عندنا جوج مناسبات، وحده غتكون في العشيه وحده غتكون في الليل، غادي نوريكم مرحله بمرحله، فبقاو معنا وتبعوا معايا النهار كي غيدوز. اول حاجه درت وجدت فطور مغربي 100%، كبرت اتاي توجنات الخليع بالبيض، كان خص غير شي بريزرانيت سخونه، ولكن هكا حمرت هذا الطوست. دابا غنفطر ومن بعد غدا نوجد راسي ونخرج ان شاء الله. دابا غدا نمشيو غنمشيو لوتيل، حيت كاينين قلت لكم جوج ديال المناسبات، فتما غنلبس على خاطري ونقد على خاطري. دابا هادي 11 ونص، قول عندهم المناسبه الاولى اللي هي زعما الزواج، عندهم عاد ثلاثه، يعني يلا نوصلوا، يلا نقاد، يلا يلا. ف نخليكم مع واحد اللقطات ديال كنت مشيت ما دلش بزاف، ويمكن مشيت عندهم قبل بنهار لسانغيت. سانغيت هي واحد الحفله كيديروها ما بين الاصدقاء، كي ما حنا من جهه العريس، دونك هو على الاصدقاء ديالو على صحابو وعلى هكا الولاد خالته ولاد عمامو، كيديروا هكا الموسيقى وكيشطحوا في نفس الوقت. كانوا داروا هذا الحنه، يعني داروا غير شويه الحنه، حيت ماشي حنا ماشي جهه العروسه، دونك داروا غير شويه الحنه اللي بغيت ندير الحنه هنايا. فاش شفتوا هنايا انا درت غير شويه هنايا، ما درتش بزاف، فنخليكم مع واحد اللقطات باش نعطيكم هكا فكره على هذا الاحتفال. النهار اللي كنصور لكم هو نهار قبل من العرس، كنا مارودين عند دار العريس للسنغيت، اللي هو احتفال كيتجمعوا فيه الاصدقاء والعائله، ونفس الاحتفال كانوا دايرينو دار العروسه، ولكن داروهم فرق حيت ما كانش خاصهم يتلاقاو العريس والعروسه. هنا فاش وصلت لقيتهم زوقين الدار هكا بالورد بالاشكال، ودايرين هكا الحناي اللي شي حاجه غريبه، ما عمرني شفت شي حناي كيحني راجل زعما تيحني. كانوا هما اصلا سالوا الحنه وبقاو عليا ديري الحنه، فدرت غير الفال هكا في جيده وحده. هاد الاحتفال اللي كانوا دايرين ما كانوش دايرينه في قلب الدار، كانوا دايرينه في واحد ليطاج واحد اخر نيت في الليمبل، وهكا كيديروا العريس هكا الوسط وكيشطحوا، ممكن شطوا بحال اللي قلتي هاد الليله كيديفولا فيها قبل من نهار العرس. هنا عمامو هكا خوالو كلشي تيشطح، واخا كان واحد السيد الجار داير ليهم الطياره كمر مره يدق عليهم يقول لهم عافاك نقصوا شويه. فهادي هما اللقطات ديال السنغيت اللي كنت حضرت ليه
نهار قبل من العرس، وهنا راني وصلت لوتيل. هذه هي الدخله. سبحان الله، هنا في لوتيل لقينا كاين نيت شي عرس، الناس لابسين ومقعدين. جينا مع العرس نيت نيشان، فدابا غدا نديرو ان شاء الله تشيكين وغنطلعو لا شومبر. هذا عزكم الله التواليت، الدوش، المرايا مهمة، هذا لودي، تلفزيون. هنا دايرين كوان ديال اتاي، دي بيتي اتاي، قهوة، الماء. هذا شرجم تنشوف نطلع. كما كتشوفوا هنا لا شوم كتطلع على الشارع، ها لوطوغوت. هاد لوتيل ما بعيدش على فين غادا تكون يكون العرس، واحد 10 دقائق ربع ساعه بحال هكاك، يعني ما بعيدش بزاف. ماشي بحال اللي غتمشي للدار وخصك ساعه تمشي خصك ترجعي. هنا بعد تسالي المناسبه الاولى ومن بعد نرجعوا، اللي غنبدلوا غنبدلوا، اللي غارتاحوا ارتاحوا شويه. المهم قريب الحال، دابا غنرتاحوا هكا شويه حيت يلاه دابا 12 وقريبة ونص، وحنا خصنا نكونوا تما مع ديك جوج ونص بحال هكاك، حيت مع ملي كتكوني مع العريس خصك تدخلي انت مع زعما من جهه العريس خصك تدخلي معاه لداخل داخل ديال القاعه. ودابا نرتاح دابا شي شويه ومن بعد غنمشي دراسي ندير شويه المكياج. انا ما عنديش بزاف مع المكياج، مي غندير شي شويه. One hour later. شويه تاع المكياج. المره اللي جايبه معايا المكياج، هذا هو اللي كيكون عنده المكياج وعنده بسميته المكياج. ما درتش بزاف، المهم درت اللي كنعرف، وباش غير شويه هكا نبدلو. ودابا هذه تقريبا راه جوج، وخصنا خصني دابا نلبس حيت جوج ونص خصنا نكونوا تما باش ندخلوا مع العريس. هذا هو هذه هي الكسوه اللي غادا نلبس، الهنديه اللي غنلبس، وكيكون معاها الشاره هي كامله هكا حجر، يعني ما غنديرش مع لي زاكسيسوار بزاف. وكيكون معاها هاد السروال كتلبس من التحت، سميتو تشوريدار بالهنديه. وهذه هي الدوباطه ديالها، دونك هذه هي الدوباطه، وهذا الشال هو اللي غادا ندير معاها. انا غنلبس وغادا نرجع تشوفوا اللوك النهائي. البارات هي العرس. حنا بحال اللي قلتي حنا نضرب الصداق ديالنا، هما تيسميو بارات عند الهندوس. نمشيو باش نباركيو الطوموبيله عاد نشوفو. وها هو السي العريس. هاي، كنتسناو دابا الناس كاملين يجيو باش ندخلو معاه، حيت هو راه كاين فهاد كيما وريتكم كاين فهاد الطوموبيله هاد. دابا كيجيو الناس، عمتو حالو كيما كتشوفو، هو جا في الطونوبيل. هاد الطونوبيل هذا اللي هنايا نورمالمون خصو يجي في هذا، على العاود ولا شي حاجه. ساعه هو جا في الطونوبيل اللي كيديرو فوق راسهم، خصو ولا بد الرجال كاملين يديرو، وهنا داك الراجل هو اللي كيصوب ليهم. هنا تاهي بغات دير
دونك ماما كيديروا غير رجال ساعه ساعه باغا دير كيما تشي لهم على حسب اللون اللي عندهم الحوايج. النشاط هو شاط اما بداو الشتاح و كيبانلهم دخلوا هكا شويه لداخل حيت كاينين الطوموبيلات. دابا غنبقاو نتمشاو من هذا الباب هنايا حتى الباب الاخر اللي هيها فين كاينين الاهل ديال العروسه. وهاد الطريق راه بحال ديال اللي عندنا في المغرب تيبقاو يبقاو يطبلوا وكياخذوا هكا الغرامه. ديك اللي ربطات شعرها كتشطح مع رجلها شطح من الطراز الرابع. دابا كل واحد هكا خصو يشطح مع الكوبل هكا كيشطحوا. كما قلت لهم كيبقاو يعيطوا هكا على لي كوبل وكيبقاو يغرموا عليهم وغير قولوا لي واش بابا العريس هذا كان اللي لابس صفر واش ما جاتكش كيشبه سعيد الناصري. انا كيشبه غير سعيد الناصري. وهنا قال لك والو غتشطحي بحالك بحال الناس بحال لي كوبل مع الزوج المحترم. كنا باقين كنتمشاو واخا راه قريب المسافه ولكن شي اكثر من ساعه ونص وحنا كان غاديين باش نوصلوا للبلاصه الاخرى وكيوقفوا وكيشطحوا داكشي علاش خدا الوقت. وصلنا للباب فين كيتسناونا الناس ديال العروسه. ايوا هنايا اخت العريس عاوتاني قالت لهم راه اليوتيوب كلشي كيشوف الكاميرا باش يتصور. نخرجوا العريس لاخر مره من الطوموبيل باش يشطح ويبقاو يغرموا عليه. غايشوفوا هنايا هكا الفلوس كلشي هاز الفلوس في يدي من بعد راه غادي يدخل عاوتاني الطوموبيل. ديال اليوم قررت ندير جزء ثاني تكون فيه تتمة ديال مراسم الزواج. فكونوا في المواعيد وما تنساوناش من التعاليق ومن اللايكات ومن التشجيع ديالكم. شكرا بزاف. تنعكس الطالون شويه لبس الشربيج جبتو معايا. الناس دايرين السربيس باش يتصوروا مع العريس.